هل هناك اتفاق، هل هناك اتفاق في كلمات المتحدثين على أهداف موحدة، أم إن يعني يمكن أن يلحظ تباين في توجهات المتحدثين؟ لا حتى الآن مجرد تأكيد دعمهم وترسهم وتأكيد على طبق المكانة، وهو ضرورة رحيل النظام وأنه فقد الشرعية. رحيل النظام أم رحيل الرئيس مبارك؟ هل هنا هل ترى فرقا بين الاثنين؟ يعني هناك من يدخل بالنظام وهناك الرئيس، ولكن الأغلبية العظمى طبعا لصالح فقيد الرئيس رئيس النظام. هل هذا يعني أن هناك بين المتظاهرين من هو مستعد ل